الإنسان لا يستيقظ من منامه إلا لشيء واحد، يريد أن يصلي. لم تقمه أي شيء من مطامع الدنيا التي يحبها ولو كانت مباحة، إنما أقامه الرغبة فيما عند الله. فيقوم يتوضأ يصلي حتى إذا فرغ من وتره قال كما قال نبينا سبحان الملك القدوس، قالها ثلاثة، ثم يأوي إلى فراشه. هذا بما يخوف الناس، يخوفون بالموت. هذا لو مات يموت على خاتمة حسنة، آخر عهده بالدنيا تسبيح الله باللسان والصلاة لله بالأبدان. أن تقوم في الليل تصلي لربك ثم تعود، والله ما من أحد، وأنا أقسم بين الحجر والمقام على هذا، ما من أحد من عباد الله أسعد من رجل قام من النوم ليصلي ثم عاد بعد أن صلى لينام. هذه منتهى سعادة ابن آدم لو كان